أهلا بكم. الشعور بالإرهاق شيء طبيعي لما بيكون الشخص بيشتغل فترات طويلة أو بيخضع لأنشطة بدنية قوية أو حتى بيتعرض لضغط زائد على الصحة العقلية، ولكن بعض الأشخاص بيشعروا بالإرهاق بالرغم من عدم تعرضهم لأي من الأشياء السابقة. في الغالب ممكن يكون الشعور بالإرهاق ده نتيجة ضعف عام أو نقص بعض الفيتامينات أو خمول في الغدد أو حتى تغير في الهرمونات، لكن مش بس كده، وإن المفاجأة اللي كشفت عنها بعض الدراسات إن بعض الأطعمة ممكن تؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة في الجسم، وإن النظام الغذائي غير الصحي ممكن يؤدي إلى حالة تعرف باسم متلازمة التعب المزمن. الغريب إن أول الأطعمة اللي ممكن تصيبك بمتلازمة التعب المزمن هي اللحمة، وبالرغم من ان كتير من الناس بيعتبروا اللحوم من الاغذيه الصحيه، لكن نوع اللحوم اللي انت بتستهلكها هي اللي بتحدد اذا كانت الوجبه صحيه ولا غير صحيه. طيب لو جينا نتكلم عن اللحوم الصحيه واللحوم غير الصحيه، بالنسبه بدايه للحوم الصحيه زي الفراخ والديك الرومي، اما بالنسبه للحوم الغير الصحيه وهي اللحوم اللي بتكون غنيه بالدهون فهي بتكون غير صحيه زي لحم الخنزير او لحم البقر، لانها بتحتوي على نسبه عاليه جدا من الدهون، وبعض الدراسات كمان بتشير الى انها مرتبطه ايضا بتطور متلازمه التعب المزمن. الغريب كمان ان الخبز الابيض ضمن الاطعمه اللي قد تصيبك بالخمول، على الرغم من ان كونها بتحتوي على النشويات اللي بتعد مصدر جيد للطاقه، ولكن الدراسه اشارت الى ان النشويات ممكن تؤدي الى شعورك بالخمول اللي هي خاصه طبعا بالخبز الابيض. ده بالنسبه لتاني حاجه من الاغذيه او الاطعمه اللي ممكن تؤدي الى شعور الشخص بالخمول والتعب والارهاق. بعض الدراسات كمان بتفيد ان الخبز الابيض منخفض جدا في التغذيه وبيحتوي على نسبه اقل من الالياف ولا يحتوي على الياف على الاطلاق في بعض الاحيان، ووفقا لدراسه جديده فانه لو اتبع الشخص نظام غذائي منخفض في الالياف فقد يعاني من اعراض متلازمه التعب المنخفض. المثير للغرابه ان الحلويات كمان اصبحت او اشارت الدراسه الى انها من ضمن الاطعمه اللي بتؤدي الى الارهاق او التعب. ده طبعا عكس الاعتقاد السائد لدى عدد كبير من الناس ان هم بيروا ان الحلويات نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من السكر فهي مصدر ضخم للطاقة، ولكن الدراسة اثبتت عكس دوت وقالت ان استهلاك السكر الزائد دفعة واحدة يعني مرة واحدة عن طريق تعاطي كميات كبيرة من الحلويات ده هيديك اندفاع مفاجئ في الطاقة وفي مستوى الجلوكوز في الدم، ولكن بعد زوال تأثير السكر هيخليك تشعر بالتعب والركود والإرهاق العام في الجسم كله. من الحاجات كمان اللي ممكن تخليك تشعر بالإرهاق وتصيبك بمتلازمة التعب المزمن هي الكحول. بتشير الدراسة إلى أن الكحول ممكن يخفف جسم الإنسان ويؤدي طبعا في نهاية المطاف إلى أنه يشعر بالإرهاق والتعب. أخيرا وقبل ما أختم مع حضراتكم بنشير إلى مشروب يعني منتشر طبعا بشكل كبير بين المواطنين وهي المشروبات الغازية، وهي أيضا من المشروبات اللي بتؤدي إلى حالة من الخمول والتعب لأنها بتحتوي على نسبة عالية جدا من السكر، وبعد انخفاض نسبة هذا السكر في الدم فالشخص بيشعر بتعب فوري. وفي النهاية نقدر نقول إن العقل السليم في الجسم السليم، والجسم السليم عشان تقدر تحققه لازم تتبع نظام غذائي سليم. وفي النهاية بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون يوم السبعة.